انتي فين؟ كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه الناقصه عشان يجيب غيرها. هما الكل بيبصلك ويبصلوا كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني؟ من فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويتحك لحد ما يترعش ويتنفض، والسلام عليكم. وعليكم السلام. وهو عامل زي دقر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه وحشه، وكلنا في الهوا سوا، ومصير الدور يجي عليك. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. من يد من عدمها. شكرا. متشكر. تامر خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل. يلا يا بابا. دي جوازة شرعي على سنة الله ورسوله، لا هي عرفي ولا مسيار لا سمح الله. لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال. الحمد لله. سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها، والولد هيفضل معاكوا هنا، وكل الظروف ما تسمح تبقى تشوف. وما تقلقوش، مصاريفه عليا انا. ايه قلت ايه يا سعاد؟ اللي تشوفه يا ريس حميدو. خلاص، الشبكة 10,000، المهر 20,000، مؤخر الصداق 5,000 جنيه، وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي. على خيرة الله. في حاجة تانية يا حاجة؟ إيه، الجوازة دي هتفضل سر. الحاجة فايقة مراتي لو عرفت أو خدت خبر هتبقي طالق في ساعتها. وافرض عرفت بعيد عني يا حاج، أنا ذنبي إيه؟ مفيش سر بيخرج من عندي. أنا النملة اللي تخش بيتي لا يمكن تلاقي مطرح تخرج منه. إذا كان كده معلش. ليك طلبات تانية يا حاج؟ أهم طلب، أنا ربنا رزقني ورزقها بالولاد، يعني مفيش خلفة ولا حمل من أصل، وده شرط مفيهوش هزار. سمعونا؟ آه طبعاً يا حاج. خلاص، أسبوع واحد أجهز عش الزوجية وأجي نكتب الكتاب وأخدك معايا في ليلتها. ما تسمعونا زغروطة. استاذ طلال. ايوه. انا كنت مزنوقه في 20 جنيه، ان شاء الله تخصمهم من ما هي. 10 جنيه كفايه. خليك انت لحد ما هدومك تنشف، وبعدين حصليني على المحل. في الباب 5 تكات والقفل. فضل يا باشا. ايه ده؟
ده جورنال حاتم برشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تمديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه يعني. اكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكيين. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مسح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك، كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له، قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقة زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. أنا بقى يا سيدي محضر ومعايا إعلان للباشا بتاعك. ها؟ تحب أنت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ أنا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا؟ يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة أختي رفع عليا قضية حبل، بتقول إن أنا سفيه ومجنون. حسين يا أخت سعادتك، أنا ما أقدرش أغلط. دولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. مش خايفة على نفسي؟ كنت ماشية لوحدي كده. ازيك يا طه؟ أنا كويس، مالك؟ ماليش، مهدودة من الشغل. واقفة على كعوب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة وترمي زي الفسيخ. أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. طمني أنت عليك، عامل إيه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك وراه حاجة يا أبو سعيد. اسمع كلامي، اصبر لغايه ما تخلص الهبابه اللي انت فيها دي وخد الشهاده بتاعتك وسافر الخليج. ممكن اعمل كده بس بشرط. ايه هو؟ انك تيجي معايا. يا عالم، حد عارف بكره مخبي ايه؟ بوسينة، انا حاسس انك اتغيرت من ناحيتي قوي. انا ما اتغيرتش يا طه، الدنيا بتتغير حواليا. انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض. Thank you.